نعم، أقرب ما يكون العبد إلى مولاه. نعم، وأنت ساجد أغمض عينيك، تذكر ذنوبك، تذكر خطاياك، وتخيل بأنك جدار خلف ظهرك وجدار أمام وجهك لا تستطيع الحروك. ذنوبك كثرة، عيونك عبرة تنظر يمينا وشمالا مذهولا خائفا، تنادي وتصرخ ولا أحد يجيبك ولا أحد يناغيك ولا أحد يسليك ولا أحد يباريك إلا عملك. فبماذا تخاطب المولى جل وعلا وأنت في هذه الحال؟ سيدي، عبدك ببابك أقامت والخصاصة بين يديك، يقرع باب أحسانك بدعائك. واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك ورحمتك. إلهي، أنت الذي لا يحيفك سائل ولا ينقصك نائل، أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك الصبر الجميل وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. إلهي، أرجو أن لا تردنا بحق محمد وآل محمد. ارحمني واعف عني يا خير من دعا ودعا وأفضل من رجا جميعا. برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلني يا رب على